في الأقصير بريف حمص لم يتأخر الأهالي في العودة إلى ديارهم بعد أن باتت آمنة مستقرة بفضل بواسلنا. ورشات الصيانة وإعادة التأهيل تواصل إصلاح ما خرب من خدمات بوتيرة عالية. بعد أن عادت الأقصير إلى حضن الوطن، سارعت كل الورشات في حمص بالتوجه إلى أحيائها وشوارعها. العمل جار على قدم وساق، والبدائل الجديدة وصلت لتعوض ما خربته العصابات المسلحة في بعض المؤسسات الخدمية في المدينة. ورشات النظافة والمياه والكهرباء والهاتف كلها تعمل على وتيرة عالية لتأمين أهم المتطلبات الأساسية للحياة. حتى الآن تم إعادة تأهيل محطة الضخ لمدينة الأقصير، وقمنا بالضخ لفترة 24 ساعة، وطبعا ظهر حجم أعطال كبير في شبكة المياه. قمنا بصيانة الجزء الأكبر منها، ونقوم حاليا بمتابعة أعمال الصيانة. هون نحن عمال نظافي، نيجي من الساعة 7 للساعة 2، ننظف الشوارع كلها والأنقاض، الشوارع الرئيسية كله قصير. جبنا المقسم ساعته 1300 خط مع قسم من الاتصالات الخارجية، طبعنا الاتصالات الخارجية والمولدة، بقي معنا إن شاء الله اعتبارا بكرة رح نباشر بتطبيق المقسم، وإن شاء الله خلال 20 يوم شهر بكون الأمور ممتازة. عودة الأمان إلى القصير فتحت الطريق أمام الأهالي ليعودوا إلى بيوتهم، وللفلاحين ليتوجهوا إلى بساتينهم لجني محصولهم. لا كنا نفوت عبستان ولا نطلع برات بيوتنا ولا نتمكن من شيء. وقت اللي اجى الجيش صار الأمان وفتنا أراضينا وحوشنا رزقنا، والحمد لله بألف خير من الله. ليش رجعتي؟ بيتنا شو بدنا نعمل؟ بيتنا وطننا، أمان في أمان. سرقوا لنا أغراضنا كلها وعملوا لنا بيوتنا مقرات للمسلحين. ولا انت رجعتي على بيتك؟ رجعت على بيتي بفضل الله وفضل الجيش. والله رجعت على بيتنا وقت اللي الجيش العربي السوري اعلن القصير منطقه امنه، جينا ننظف بيوتنا ونشوفها فيها اغراض وفيها امانات لنا ولغيرنا، يعني رجعنا نصلحها. رجعتي على بيتك؟ بدي ارجع على وطني على بلدي. الله يرضى عليك. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله من فرض رب العالمين، الحمد لله. فلا اسف على حجاره هدمت او شوارع ومنازل خربت، ما دام هناك شعب أبي صمد في وجه أعتى العواصف ليبقى الوطن عزيزا شامخا. مع كل إشراقة شمس هناك فجر جديد يبشر بأن الحياة مستمرة ما دامت هناك إرادة أقوى من كل الظروف. من مدينة الإقصير لأخبار التلفزيون، إيمان إبراهيم.